بعد أن أكدت التقارير الأولية التي أعدتها لجنة الطوارئ خلو محافظة أبين من وباء الكوليرا المتفشي في عدد من المحافظات القريبة، إلا أن هناك تزايد مستمر لأعراض المرض خصوصا بين شريحة الأطفال، وتم رصد حالات كثيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية. استقبلنا حالات كثيرة إسهال وطرش، وبصراحة العدد يعني متزايد مرشح للزيادة. في حالات كثيرة أجتنا، وفي حالات أكثرها من أسر وحدة. صح أن الآن ما فيش حالة مؤكدة إنها كوليرا، بس ما نشتي نوصل إلى حالات الكوليرا. في المراكز الصحية يرقد الكثير من المرضى المصابين بحالات الإسهال المائي مع وجود أعداد قليلة من المصابين بحمى الضنك. كثير حالات، يعني تقريبا في اليوم أكثر من 10 حالات إلى 20 حالة تم تحويل بعض منها إلى عدن، وتم ترقيد البعض الآخر في القسم الخاص بالباطنية. وكذلك استقبلنا في هذه الأيام حالات الإسهالات الشديدة التي هي مشبهة بمرض الكوليرا. تزايد حالات الإصابة وما تسببه من إنهاك للمريض جعل الخوف يبدو طبيعياً، وذلك بعد أن سجلت التقارير في مستشفى الرازي حالتي وفاة كانتا تعاني من ذات الأعراض، ورجح الأطباء إصابة أحداها بالكوليرا، بينما أكد آخرون بأن الوفاة كانت ناتجة عن سوء المتابعة الطبية. في حالة وفاة كانت معنا بس مش مؤكدة أنها كوليرا، كانت حالة إسهال عادية. لحد الآن ما فيش حالة وفاة يعني من اللي مؤخرا أجت، بس في حالات يعني في الأقسام الثانية. أما في حالة الأطفال لحد الآن ما فيش أي حالة وفاة، لأننا نداركهم بسرعة في الطوارئ وهنا عندنا كمان. فريق رصد الحميات في مستشفى الرازي العام أكد أن المنتجات الزراعية كانت من الأسباب الرئيسية في تزايد حالات أعراض المرض لدى المواطنين نتيجة استخدام المبيدات من قبل المزارعين بشكل عشوائي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.